بسم الله الرحمن الرحيم. كويز نمبر 7. هنا ده ساجيتال ستير ايمج اوف ذا سيرفايكال سباين. مبين طبعا اول حاجه السيرفايكال كيرف ستريت ان سيرفايكال كيرف. في هنا السباينال كورد مايلدلي سولن, اللور سيرفايكال كورد والابر دورسال كورد مايلدلي سولن وبلونج. شايفين جواه of long intramedullary area of bright signal. اكتر ليفل باين في هذا الكلام هو الليفل بتاع C5 وC6 وC7 ليفل. اي حاجة بتعمل للكورد بتخليه سورم بهذا الشكل ويبقى في intraspinal bright signal, دي على طول بنقول عليها transverse myelitis, يعني دي حالة transverse myelitis. بس كده يعني. هنا اي حاجه بتعمل اكسبانشن مايلد سولن او اكسبانشن كورد وفيها برايت سيجنال بهذا الشكل يبقى دي على طول بنقول عليها ترانسفيرس مايلايتس. شكرا. ثانك يو.